السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. الفيديو اللي جاي ده هكلمكم فيه عن الأمراض الجنسية الانتقالية، أنواعها وفكرة عامة عنها، طبعا لأن ده موضوع بيهم كتير من الشباب والرجال حتى العواجيز يعني، ولأنه موضوع بيؤثر تأثير واضح على صحة الإنسان، فبنعيد فيه مع التركيز على المستجدات اللي حصلت في هذا المجال. فخلينا نشوف الفيديو. الأمراض المعدية والأمراض الانتقالية الجنسية، يعني الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس، عن طريق الممارسة الجنسية، بالإنجليزي STD. STD يعني Sexually Transmitted Disease. أنواعها حسب المسبب نقدر نقسمها لثلاث أنواع حسب المسبب للمرض: جرثومي 1، فيروسي 2، فطري 3. مثال لكل واحد منهم الجرثومي أو البكتيري، حيث أن المسبب بكتيريا زي الجونوريا، السيلان والزهري والكلاميديا. النوع الثاني الفيروسي زي الايدز والكبد الوبائي والهيربس والسقاليل. الفطري، الفطريات اللي سببها كانديدا، فانجس ترايكوموناس وكانديدا. دول الثلاث انواع. اشهر نوع في الثلاثه البكتيري الجرثومي، هو ده الاشهر، يعني 90% أو 80% من الأمراض الجرثومي. وأشهر الجرثومي هو الجونورية، السيلان. يعني السيلان والحمد لله، لأنه أسهل الأنواع علاجا، حقنة واحدة ومرة واحدة وتخف. طبعا يعني لو المرض والعدوى مش متكررة، حقنة واحدة وتخف. فهو أشهر نوع السيلان، واللي بتسببه الجونورية اللي بنقول عليها نيسيريا جونورية أو الدبلوكوكاي، جرام نيجاتيف دبلوكوكاي، هي دي المسبب. دول الأنواع الأمراض الجنسية الانتقالية. الجديد في الموضوع بقى بتاع الأمراض الجنسية الانتقالية، طبعا احنا كلنا عارفين ومؤمنين ومقتنعين من زمان قوي ان الأمراض الجنسية الانتقالية جميعها لا ينتقل إلا بالممارسة الجنسية، باستثناء طبعا السقاليل اللي ممكن تتنقل بطريقة جلدية عن طريق الاحتكاك. فده كان يقين الكل اللي بيشتغلوا في هذا المجال. الأمراض الجنسية الانتقالية تنتقل فقط لا غير عن طريق الممارسة الجنسية بأي نوع من أنواعها. لكن حديثا دراسة عملت في استراليا بتقول أو أثبتت، يعني هي معلوماتها تثير الجدل أو تخلي الناس تلفت الانتباه إلى أن اللي لقوه ده شيء مهم. إيه هو اللي لقوه؟ لقوا أن القبل باللسان، يعني ودي بيسموها الفرنش، اسمها فرنش كيس، بتنقل الجونورية السيلان. يعني ممكن السيلان، كنا بنقول القبل ما بتنقلش الأمراض الجنسية جميعا ولا بتنقل السيلان، لازم ممارسة جنسية. ما ينفعش قبل كده واحد في الشارع أو في الجنينة بيبوس مراته أو حبيبته تنقل له أو صاحبته بقى، ما مراته مش هتنقل له حاجة حول الله، تنقل له السيلان ما ينفعش. لكن دلوقتي الدراسة الحديثة قالت لا، ينفع، ممكن إن ممكن إن السيلان يتنقل عن طريق القبل باللسان. أهمية الدراسة دي إيه بالنسبة لها؟ هي يعني هي دراسة لفتت النظر، ولكنها لم تلقى يعني لسه تأييد علمي واسع، وإنما بيبحثوا فيها. بالنسبة لنا إحنا تهمنا في إن إحنا نقول يا إخوانا خلوا بالكوا، وما يعني شيل، حطوا القبل من ضمن الحاجات اللي بتنقل الأمراض الجنسية، ومن خاف سلم، وربنا يقينا ويقيكم من شر جميع الأمراض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.